أما في القواعد القوية، فالقاعدة القوية تتعين تعين كلي أو تتميه تميه كلي أو تتفكك تفكك كلي، ويكون حمضها المرافق ضعيف جدا، ويتم استخدام سهم واحد لأنها قاعدة قوية. تكون تركيز الأو اتش سال في حالة القاعدة يساوي عدد الأو اتش ضرب تركيز القاعدة. فمثلا الاي او اتش يكون تركيز الاو اتش سالب يساوي عدد الاو اتش في المركب واحد، لذلك فيكون تركيز الاو اتش سالب يساوي تركيز القاعدة. اما في حالة ام جي او اتش 2 فان الاو اتش سالب يكون تركيزه مساوي لتركيز 2 ضرب تركيز القاعدة، فيكون تركيزه مساوي لتركيز القاعدة ضرب 2 وهو عدد الـ OH. لنرى السؤال الآتي أو المثال الآتي، احسب قيمة تركيز الـ H3O بلس زائد تركيز الـ OH سالب للقاعدة BaOH2 تركيز 2 ضرب 10 ناقص 2 مول لتر. لم يذكر في السؤال قيمة الكيمي، لذلك فهي قاعدة قوية. الـ BaOH2 هي قاعدة قوية، بالإضافة أنه لم يذكر في السؤال قيمة الكي بي. إذا لم يذكر قيمة الكي بي في السؤال فهي قاعدة قوية، إذا تم ذكره فهي قاعدة ضعيفة. في حالة القاعدة القوية سوف نستخدم قانون الـ OH سالب تركيزه يساوي عدد الـ OH ضرب في المركب ضرب تركيز القاعدة. عدد الـ OH في المركب 2 ضرب تركيز القاعدة 2 ضرب 10 ناقص 2 ويساوي 4 ضرب 10 ناقص 2 مول لكل لتر. هاي قيمة الـ OH سالب. أما عملية حساب تركيز الـ H3O من خلال استخدام قاعدة الـ KW، 1 ضرب 10 KW يساوي ناقص 14 تركيز الـ OH سالب ضرب تركيز الـ H3O موجود. قيمة الـ OH سالب معي في السؤال تم حسابها بالفرع الأول وهي 4 ضرب 10 ناقص 2، سيتم تعويضها بدل إشارة تركيز الـ OH سالب، لذلك نستطيع حساب الـ H3O موجب بسهولة. H3O موجب 1 ضرب 10 ناقص 14 على 4 ضرب 10 ناقص 2 جواب 2.5 ضرب 10 ناقص 13 مول لكل لتر. 1 على 4 25% في 10 ناقص 12، وتم نقل الفاصلة لتصبح 10 2.5 ضرب 10 ناقص 13 مول لكل لتر. في المثال الثاني احسب قيمة الـ BH لمحلول القاعدة RnH2 تركيز 2 ضرب 10 ناقص 2 مول لكل لتر، علما بأن قيمة الـ KB 2 ضرب 10 ناقص 6. في البداية هي قاعدة وقاعدة ضعيفة لأن قيمة الـ KB معطاة في السؤال، لذلك سوف نستخدم القانون OH سالب يساوي KB ضرب تركيز القاعدة. قيمة الـ KB 2 ضرب 10 ناقص 6 ضرب 2 ضرب 10 ناقص 2 تحت الجذر ويساوي 4 ضرب 10 ناقص 8 تحت الجذر ويساوي 2 ضرب 10 ناقص 4 مول لكل لتر. سوف نقوم بتحويل تركيز الـ OH سالب إلى H3O موجب عن طريق استخدام قاعدة الـ KW حتى نتمكن من استخدام قيمة الـ BH. 4 ضرب 10 ناقص 14 قانون الـ KW ويساوي OH سالب ضرب H3O موجب من خلال H3O موجب 1 ضرب 10 ناقص 14 قيمة الـ OH سالب 2 ضرب 10 ناقص 4 ويساوي 0.5 ضرب 10 ناقص 10 ويساوي 5 ضرب 10 ناقص 11 مول لكل لتر. الـ BH يساوي سالب لو تركيز H3O موجب ويساوي سالب لو 5 ضرب 10 ناقص 11
لون الخمسة سبعة بالعشرة. لذلك سالب سبعة بالعشرة زائد 11 جواب 10.3. أحبتي في الحموض والقوائل، لدينا بعض الأسئلة التي تعتمد ويجب استخدام بعض القوانين السابقة، مثل التركيز يساوي عدد المولات على الحجم، بالإضافة أن عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية. السؤال: احسب الكتلة لهيدروكسيد الصوديوم NaOH اللازمة لتحضير محلول حجمه 2 لتر. إذا لدينا الكتلة مجهولة، الحجم 2 لتر، علما أن تركيز أيون الهيدرونيوم في الـ H3+ O تركيزه يساوي 1/10-12 مول لتر، والكتلة المولية تساوي 40. طلب احسب كتلة هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم NaOH قاعدة قوية، لذلك تركيز القاعدة يساوي تركيز الأو أكسل. لا يوجد لدينا تركيز الأو أكسل، يوجد لدينا تركيز الـ H3O، لكن يمكن حساب تركيز الأو أكسل من خلال الـ KW 1/10-14 على الـ OH سالب، وقيمتها معطاة في السؤال KW على الـ H3O+، وقيمتها معطاة في السؤال 1/10-12، لذلك ستكون إجابة الـ OH سالب 1/10-2. إذن يكون تركيز الـ NaOH 1/10-2 مول لكل لتر، لكن التركيز ليس هو المطلوب، المطلوب الكتلة. سنستخدم القانون: التركيز يساوي عدد المولات على الحجم. إذا عدد المولات يساوي التركيز ضرب الحجم. التركيز تم حسابه 1/10-2 ضرب 2 لتر الحجم، كانت الإجابة 2/10-2 مول. أيضا عدد المولات ليس هو المطلوب، المطلوب احسب الكتلة. لحساب الكتلة سنستخدم قانون الآخر: عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية. عدد المولات معي تم حسابها، والكتلة المولية معطاة في السؤال 40 غرام لكل مول. سيكون القانون: الكتلة يساوي عدد المولات ضرب الكتلة المولية، والإجابة 2/10-2 ضرب الكتلة المولية 40، إذن سيكون الإجابة 80/10-2 والوحدة جرام، أو تساوي 8/10-1 جرام.